هو في واحد صاحب علي صراح صراح هلا والله مقطع جديد اليوم يا جماعه الخير راح نجرب ديمو لعبه Resident Evil Drawing the Storm او ما قبل العاصفه. طبعا هذا الديمو من مطور مستقل والجرافيكس اللي فيه زي جرافيكس بلاي ستيشن 1. هذا الديمو المطور حب يعيشنا الاحداث ما قبل بدايه راكون سيتي، كيف الناس كانت تمشي في الشارع وكيف جت الفوضى والجو الزومبي والامور هذه كلها اللي صارت. امانه جدا متحمس اني اجرب ذا الديمو. لايك ترى كلام لايك واشتراك تفعيل زر التنبيهات وليتس جو نيو جيم. طبعا فكره اول ما تحمل الديمو يمديك تختار بين الايزي والنورمال، انا اخترت النورمال ما فيها ارض ولا في اي شيء. راكون سيتي سبتمبر 24 عام 1900 الصوت كانهم فايت ضد ناس او زومبي. اعتقد الكلام هذا اللي طلع على الفايت اللي صاير هذا الشيء صاير مستقبلا، بس هي راح يرجعونا للماضي شوي. اوكي روي you couldn't do anything Kevin it was a just ما قدرت تسوي اي شيء يا كيفن هذا بس صار. I always know I wouldn't be a better. كي قاعد يحطم بنفسه افا ليه؟ قاعد يهاوش فيه. يقول انا لا اوعدك كيفن. يا ترى على فكره هذا كيفن شخصيه اوت بريك، اللي لعب اوت بريك يعرف مين هذا كيفن. فخوينا جايب بالجزء ذا اللي هو بدروينج ذا ستورم بدايه احداث اللعبه. يا شيخ ليت كابكوم مسويه كذا، والله يا اخي بيكون شيء رهيب. هذا المود امانه جدا متحمس ينزل رسمي. حاليا راح نجرب الديمو زي ما ذكرت. يقول لك الهدوء قبل العاصفه، الهدوء قبل العاصفة. يا إلهي اللعنة. أوكي دبور. وش الشيء الممل يا أخ كيفن؟ كيفن زعلان ومالل مالل من الدنيا. أوكي أوكي يبغى يغير ملابسه واللي شفناه قبل شوي طلع لا طلع من جد طلع بداية الأحداث. أنا كنت أحسبه شيء مستقبلي يعني. يمديني ألعب بالأسهم ممتاز لأن اليد شوي الأور 3 ما أبغى ألعب فيها. يبدي يراقب بالكاميرا ولا اوه شو اسمه الدريشة. والله انه حاط اشياء ممتازة صراحة، ضايف اشياء بسيطة يعني وتقدر تشوف الدرايش. اوكي هذه كلها حاليا اغراض بالغرفة قاعد اشيك عليها. هو الحين يبغى يغير ملابس الاخ اللطيف. اوكي الثلاجة فاضية، زعلان انا فاضية. اوكي يكره صاحب البقاله اللي جنبهم ما يداني عشان كذا ما يبغى يروح يشتري اغراض. هي لازم الحين اروح اغير ملابسي. ما اقول اغير ملابسي بالحمام اكيد بالحمام وليد تستهبل اكيد يعني وين الرجال يبغى يتروش ويرتاح ويعين الله خير بعد الليله الطويله اللي صارت له. تروشت ملابسك الوسخه طيب غيرها يا اخي. اوكي يقول الان اشعر بتحسن. اوكي يبغى يطلع لبرا عشان يجيب شيء ياكله. طيب من وين اغير ملابسي؟ ابغى اغير ملابسي. ماني مخليك تطلع لين تغير ملابسك صدقني. هذه غرفه النوم حقتك؟ يب هذه غرفه النوم. وين الخزانه؟ هذه خزانه. ممتاز بدينا اغير ملابسي. نايس والله ارحب طلعت هيبه المروح. اوكي الحين لازم اروح اجيب لي شيء اكله. خلنا نطلع يلا والله اللودنج يطول. الله شوفوا الجماعه كانوا بسطاء. هذا ماسك كلبه هنا والاجواء كانت حلوه في المدينه. هاي ذير كيفن هاي. اوكي ما يمدينا اقطع ما يمدينا اقدم شيء بس يسلمون على بعض. اوكي خوينا هذا قاعد يناظر المحل هذا ايش عنده؟ طلع ما عنده السالفه. So you haven't to see your okay cousin. ايش في cousin؟ No mom I swear. اوكي يعني قاعدين يورونك الحياه كيف انها بسيطه. هذه مللتني ذي قاعد تاخذ الشارع رايح جاي رايح صار الله يخلي الريح جاي.
جماعة بسطاء يعني ما في أي شيء. دقيقة أنا أبغى أدخل ناكل هنا هذا باب بدي أدخل. لا في محل لازم أجي. خل نروح من هذا الباب. هذا الطريق كان أعتقد مكسر ومولع نار صح في ريزيد إيفل 3. بدي أدخل المحل ذا. واو أوكي هذا سوبر ماركت أعتقد. يب سوبر ماركت. مو هذا الرجال نفسه اللي يتبع الدانية أخوي ولا شو السالفة؟ مساك الله بالخير يا صاحبي. هاي جود ايفنينج مساء الخير يا سيدي. اوكي عندكم الميلك بدولارين والخبز بدولارين وهللة سخل هللة دولارين وسنت. اوكي امبريلا امبريلا بافالو امبريلا مستحلين اكثر من ادوية ما شاء الله عليهم. مساك الله بالخير يا اخوي ايش قاعد تسوي؟ اوه هذا كندو. هاي حجي ما ادري اوكي خوينا كندو قاعد يتكلم انه الناس من يوم قروا الصحف اللي صار في جبال اركلي صاروا يتسلحون وقاعد يقول له انت مصدق الامور هذه اللي قاعد تصير؟ والله يعني ما توقعت صراحه يحط ديتيلز زي كذا يعني اهني صراحه. انا في غرفه مو غرفه غريفه او بيت او هذا مو نفس والله حق البس هذا. الو سير وات يو دو نيد؟ اي نيد والله اكل بس دخلنا على الملابس خلينا نشيك نشوف عندكم بضاعه جيده ولا. بضاعه جيده وممتازه ايها الغريب. ليه طردتني؟ اي دونت ثينك سو. ليش يو دونت ثينك؟ بدينا ندخل هذا البيت دقيقه. ذولي مسكين علي الطريق. ابعد. ما يمديني اروح فوق او اروح فوق ما يخلوني. اوكي نرجع على السوبر ماركت نقدر نتقضى شيء. البنت هذه ما ادري سالفتها. البيض ليش غالي؟ طيب انت ايش تبغى؟ مو عاجبه شيء يعني قلنا له خبز ما يبغى. اوه اخذ. اوكي طلع الحل هنا. في شيء صاير معاهم قاعد تقول له تعال الحقني. قال له ما اقدر اترك هذا. كمان ذا سيريس. اوكي تبا للسوبر ماركت خلنا نمشي. قال له يلا اوكي مشوا وراحوا. صاير في شيء. اوكي البنت هي اللي ضايعه. البنت هي اللي ضايعه وعشان كذا قاعد يقول شو اسمه قاعد يقول والله انا شكلي ما ابغى اجيب اطفال بالوقت الحالي ابدا. الله يا كيفن طلعت نفسيه. البنت تربت يبغالي اطرحها الحقها نطرحها. يا ساتر الله يتوب. قبل شيء هذه ما كانت تدخلني. اوه اتس يو اجين. اوكي انا شرطي. اي ام لوكينج فور ا جيرل ذات ران اواي هي ستور وذاوت باينج. اوه زرفت علبه سودا. يرجع لحق عشان علبه سودا خلها مسكينه خلت تشربها. ايوه قعدت تشربها بالمحل هنا داخل. اوكي سولفت عليها قالت اوه اكشلي انها هنا والله هنا شيز. اوكي طيب اضغط على هذه اكس ما يمديني. هنا يقول في وحده من هنا. هي هنا لا هنا ايوه هنا. اوه ذير يو ار. انت تبغى تدفعها لعبة العصير؟ لا واقفه عند الثلاجه ساعتين انتظرت الرجال لين يروح اخر شيء شو اسمه؟ شربتها نعم. قول انا اسفه. قاعد تتهمني قاعد تقول انت كمان زرف الطعام انا شفتك. استغفر الله. وات؟ البنت هذه البنت هذه شيطانه يا جماعه غير. الله قالت لي تبا لك وسحبت علي اللعنه عليك. اللحمه عليك اوكي. الشارع صار فاضي. بدنا نطلع هنا الان؟ لا. بس في سيارة تحركت هنا يناظر على منطقة الخمر. But maybe just this one time. اوكي يبغى ينزل على عصير التفاح على المنطقة اللي قابلنا فيها براد في RE3 كلاسيك. براد
اوكي يعرفون بعض الشباب. طيب ذكر ضغط اكس على خيار انه يبغى يشرب مع عصير تفاح بالغلط. الحين الرجال يفصل وتخرب المدينة صدقوني. يب الله يديك التعاس. صاعد سدح تكة جنب الرصيف هنا عيا من الله خير المسكين. one more time والله your fault. انت انا ما قلت لك انزل، انت وقفت نظرت المحل قلت والله خلنا ننزل نتسكع قليلا. اوه هذا اللي كان في R33 كلاسيك. والله الخوي جالس جالس يترنح يا جماعة الخير. والله جالس يترنح ما يقدر يمشي ولا يقدر يسوي شيء يا خوي. انا قاعد احاول ترى. او في هليكوبتر، طلع هليكوبتر. هليكوبتر واو. او نو ذير از ا روت اوف ماست بي ان لوم. بس انا ابغاك تركض شويه كيفن. كيفن يا خوي. والله يا كيفن ضيعت علومه يا جماعه الخير. وهذه قاعده تمرعط بالجثه الزومبي جو. يا حجي ترى قاعد يقولهم هذه ممتلكات عامة، ادخلوا مكان خاص فيكم. يا حجي قاعد تاكله، قاعدة تهرس فيه هرس. هناك سكين وراها. باك اوف ليدي، ابعد. طيب ترجع عنها ورا شوي يا اخوي، ما يمديك تركض وتشد حيلك شوي. اوه اوكي 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 اوكي، اقلبي وجهك شوي. الدائرة هي اللي يا عمي شوف كيف شوف كيف يمشي الدنيا. اهرب اوكي. هذا يقول ما انا ما يسمح لي اني اكسر عماير الناس. I have to stop this crazy woman first. يا عمي يبغانا نساعد نوقف الومن. خليه ياكل. ما يمدني ياكل. كيف اضرب دقيقة؟ لا شكلها بتذبحني ذي. بسرعة بسرعة. يا عمي التحكم صعب، تضغط مربع واكس صعبة، تضغط مربع واكس مع بعض والله بتخربط. يا رب ال1 ار2 ما كسرت يدك. انقلعي. ماتت. ها حبيبي التحكم صعب والله. هذي احمر يمدينا غير التحكم تكفون. الحين صارت افضل، عدلت الازرار، خليت ال1 وال R1. للاسف ما قدرت اعدل ال2 وال R2، رجعنا ايام السوني 3 ال1 وال R1. بس على الاقل افضل صارت. صعبه تضغط مربع واكس واكس بالسكين مره صعبه. حاطين حاطين صوت RE3 ريميك اللي تتكلم بالراديو. بس والله يا اخوي شكلنا بنودع والله. واو ماي جاد او ماي جاد. اهرب 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 يا حبيبي. انا اكل عضه اموت. هيلثي احمر، ضيعت واجد من هيلثي انا ترى. اهرب البوليس ستيشن وعي من الله خير. اكيد هنا موجودين الشباب الحين يفزعوا لي. لا تكفى امان. اوكي والله زي ما توقعت في قناص هنا. وينه؟ هلا والله بالخوي روي. كيفن ذات يو. اي اكيد انا تستهبل يعني. هلا يعني سؤال بس بتشوفني للاسف مكرسع شوية يا خوي. والله يعني شربنا عصير تفاحة هبل فينا. Do you want to save your progress؟ اي اكيد تستهبل. يقول لي انا انت والله اني مستانس اني لقيتك بخير. اوه شكرا لك. What do you mean؟ اوكي والله يا اخي غلطة غلطة مشنا اياها غلطة. اوه اخلاقه شينا كيفن معصب. اتركني ما عليك مني بس ما دخل فيني. يوم سالوا هل شرط عصير تفاح ولا لا. الحين جون الشباب يبغالنا نهرب. قال لي كانه قال لي دف البراميل ذي. خبره قال دف البراميل. دف البراميل طيب. دف البراميل لا تفضحنا قدام الرجال. ما يدف البراميل. يا خوي يا خوي البراميل ما تندف يا خوي. ابغى مساعدتك تكفى. Ask for help. أوه أوكي. الحين يبغاني أدخل البوليس ستيشن. What؟ وش صار لي؟ ما حد معقول بسبة العضة صار كذا؟ ألو؟ معقول عاد بخليها واقعية لهذي الدرجة؟
اوكي لا ما فيني شيء. ويك اب ويك اب. اوكي الحين يخليني اروح البراميل اسكرها. اي ويل اسك فور هيلب. انا الحين اتحكم. اوه اتحكم بروي. هلا والله روي خوينا. يقول لي دف البراميل بسرعه. دف 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 دف. بس ما يمديني اسرع. بغالي ادف بس كذا بشكل بطيء يعني. بس في تنقل بالشخصيات هذا شيء ممتاز والله. يعني اذا تعب كيفن يمديني اتنقل بالشخصيه واروح للشخصيه الثانيه. والله نايس. طيب من خايف على جل بعدين كيف تبغى تدخل وراك؟ ايوه يا عمي. دقيقة 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 دقيقة. اتركني 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 اتركني. الحق مو عليك الحق اللي. دقيقة عندك سكين يا خوي؟ بدينا. عنده سكين بس كيف استخدمها؟ ارعب يعطيه كذا الفوق السكين. اضربه جاك بس اضربه جاك اضربه. طيب وهذا انا قاعد اضرب انا قاعد اضرب. خلك من سدح خلك من سدح خلك من سدح. والله عاجبني الاشياء اللي حاطها من ار اي 3. صوت الكلام انه في خراب ودنيا وكذا. كاني خلص ما بدينا دف. جمع الشباب. مين هذا؟ ديفيد. كيفن وات يو هابن ديد يو ذس. لا ما عضوني ما عضوني والله يا اخوي. اشربني عصير تفاح وثقلنا شكلنا شوي على خفيف. اوكي دخلونا داخل. الله الموسيقى دي ترى انا دائما احطها بغرفتي حرفيا يا جماعه الخير. اسمعها كذا مره مره تعطيك راحه نفسيه. طبعا هو اكيد في اللعبه ما راح يضيف لك الاصوات تطلع لانه راح يكون هذا شيء مره صعب. ممكن يضيف بالنهايه ما ادري. هذا خوينا مارفن مساك الله بالخير مارفن. يعني اتمنى صراحه يضيف اصوات لهم عشان يعني يحسسني يعني بالاجواء. هو كاتب كلامه على معلمك كل شيء لكن في كلامه كذا. Will you go to the basement؟ إيه روح روح البيسمنت ما ورانا شيء. عادي ما عندي مشكلة مرة ما راح أخاف أنا. يقول ترى ممكن راح يصير في أشياء سيئة تحت. خلها خلها لو لبو لبو كيفن وما عليك. لا والله ماني كيفن أنا قاعد ألعب روي الآن. أوكي شباب نحشروا هنا. أنا روي ولا مين؟ أو أنا روي. دقيقة بالله كم طلقة فرد عندك؟ دقيقة كمبون أوكي. بسرعة أمشي. والله يمسك الفرد تحس الفرد هذا يهف طلقة وش اسمه؟ براد. هلا والله براد كيف الحال؟ ويل يو نيد يو ار ذير سون روي. يا براد يا مسكين ما ادري ايش راح يصير فيك بعد شوي. يا مسكين براد براد ستوب. يا خوينا مارفل يامر انه يوقف. عاد تهقون السيناريو اللي حاطه لبراد يجي النمسس يذبحه ولا تحول زومبي مع جيل. هذه الغرفة شو اسمه اللي فيها ويلكم ليون بس مو حاطين ويلكم ليون صح؟ في شيء هنا؟ لا هنا لا هنا لا هنا لا. في هناك راديو. انا ابغى اشيك على كل المناطق اللي هنا. هذه غرفة اللي تلاقي فيها ايش اسمه. ما بدي اضغط على الخزنة هذه ليه؟ حق غريبة حق غريبة انها طعم شديد. اوكي هذه غرفة ما فيها شيء. خلينا نروح للغرفة اللي بعدها. وفي واحد هنا قاعد يمرعط له واحد. روي روي المي... لا مو روي. انا روي انا روي. ايش فيني ضيعت؟ اذبحوا يا خوي. في عندهم شيء؟ الا في وش ذا؟ مجازين. نايس نايس ممتاز. مجازين الماجنوم وهذا شيء كويس. بس قبل اروح مع ذا الباب خلينا نروح نشيك نشوف ايش في هنا قدام. دقيقه اللودنج شوي ياخذ له يعني كبو. مارفن ايش فيك انسدحت بسرعه؟ اوكي يبغانا ندور له شيء نلف له يده فيه. مارفن يا مارفن ابعد ابعد شوي خلنا نشيك هنا. اي اكيد انا ما ابغى المسها. يقول لك انه ترى لازم ما نلمس ذي. والله يا خوي انا اتفق معك بقوه. اوكي هذا فيرست ايد كيت ممتاز جدا. ابعد. هذه غرفه كان فيها تسجيل ما خلونا ندخلها. اوكي معقول ننزل عن الكراج؟ اوكي امانه انا برجع يا جماعه الخير. بروح اشيك ذيك الغرفه اللي قبل شوي وش كان فيها. ودي اشوف ايش فيها. افا ما يخلوني ما تخلوني اروح. على العموم اذا لعبته والديمو ذا روح بالغرفه ذيك اول.
ما اسمع صوت الزومبي هنا غريبة. لا لا اوكي هذا هو. ما في صوت ابو عليك. نعطيك بالوجه. والله لفيت 360 عليك يا كلب. عشق عشق. يا رجال اترك رجلي. بسرعة بسرعة. استغفر الله خليني اعالج نفسي. اوه يوم انك تكون مصاب يخليك ما تلف. اوكي يا اخي ما تموت. طلقتين ثلاث ضربتك. نعم خيرك. روح لي الهيلث كامل الله يهديك. بس وش في هنا؟ يبغانا بطاقة. بطاقة اوكي. هذا باركينج صح. برجع برجع مكتوب كلمة باركينج. برجع بشوف الغرفة ذيك وش فيها. في شيء هنا كأنه الحب حبيب قلبي. والله دقيقة دقيقة ابغى اشيك على ذا اللي ميت هنا برضه اكيد عنده شيء. يب زي الاجزاء القديمة الشرطة تلاقي عندهم كل شيء. اوكي على كذا خليني ارجع اشوف اشيك وش فيه هناك كان. يا لان الليل يا اخي اللعبة الله انه معطيك خيارات صعبة. الباب اللي تدخل يمكن ما تقدر ترجع يعني. هوي عندك شيء انت؟ لا. ما عندهم شيء ذولي. موجودة إلا أنا الحركة ذي. هذه الحركة رهيبة. ما عندك شيء ولا واحد فيكم عنده شيء ليه؟ I should go outside. ما يمدينا نطلع برا. والله يمديك يعني عادي ترفع الكراج بيدك و... يفتح يرفع السور بيده يفتحه القوي. نايس. أكيد عندكم شيء يا شباب تكفون. في هنا شيء؟ تكفون تكفون تكفون. ما عندي الا طلقتين شدقن. والله قاعد يناظر هنا على شيء هو. اوه عرفت وش قاعد يناظر. قاعد يناظر على ذولي. ابلع ابلع. اوكي لازم يكون في مسافة زي كذا. سنة قاعد اذبح الغربان. اوه يبغوني اطلع برا مرة. واو اوكي. قاعد نواجه النمسس. واو لا ارجع 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 تكفى. ارجع اي قمط. والله ما الومك. والله كثير. اكيد بيكسرون الباب صح؟ خلنا نجي مع هذا الباب نشوف سالفة الباب هذا. اوه لازم ارجع مرة لورا. شنطة هذا ما يكون فيها شيء؟ لا. اتنشن اول سيتيزنز وي اف لكر ولا ايش؟ ابعد ما اشوف شيء.
ليش مسوي كذا حركات المروح؟ Return with the rest of people. اوكي رجع رجع لاخويا. I have to make sure the parking lot is safe before. لا تستهبل صح؟ دقيقة دقيقة. تكفى انهي الجيم. لا. لا لا لا. تكفى لا مات. ترى على فكرة وفرت طلق اليوم الطلق. علشان بس اقدر اعيدها مثل الناس، لانه هنا المنطقة تصير شوي صعبة. لانك والله ما تشوف، يعني انا والله قاعد امشي يعني ولا اشوف شيء. لا كنت ابغى اضرب اثنين مع بعض. تعال انت لحالك بالفرد. ماتوا؟ اي طلع طلع الدم منهم. اي خلني اشوف. قرب قرب. فجرت راسه. اوه باقي عايش هذه الخبيثة. نايس والله نايس. روح تكفى لا تقولي في 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 زومبي بعد. تكفى والله المنطقة ذي صعبة. اي والله تستهبل. يبغاني اشيك على الجنريتر. هو في واحد سحب علي سراح سراح. في واحد سحب علي سلاح وقال له بوت يور جن داون وفي طلعت طلقة. ايش صار؟ ليكون التشيف ايرون الخسيس ذا. إليوت ذا المسكين ترى اللي يقول لك اوبن اب هوري اوبن ذا جاد ديم دور. تذكرونه في ارتو ريميك؟ هذا هو إليوت مع التشيف ايرون. وهذه الطياره لازم تتفجر عشان احداث ار اي 2. بس شكله رابط الاحداث مع بعض ولا شو السالفه؟ مين هذا اللي جاء؟ كيف وضع الستيشن؟ والله خراب. اي أيوة والله. اوكي. ذولي ما اعرف مين انا. هذا التشيف ايرون مو هذا هو؟ ولا واحد حاط يشبهه؟ او ذا تشيف ايرون كان لابس لباس غير صح اصلا من البدايه، من انفتح البوابه كان موجود تشيف ايرون. يبغون الحين يروحون يتكلمون مع تشيف ايرون. والاخ اللطيف هنا جالس شو اسمه؟ كيفن معين الله خير، قاعد يشرب قهوه. اوكي. كيف ارجع البيت والمناطق مليانه زومبي؟ البرة مليان زومبي، شكلكم ما تدرون انه خوينا روي مات. شكله مات، واضحه مات روي، لو روي عايش كان شو اسمه؟ ها قاعد يتكلم عن روي. قاعد تقول في شيء غلط قاعد يصير برا وداخل. اوكي. اوكي قاعد يتكلم عن ليون، يتمنون ليون يجي. اوكي. صار قطع الصوت فجأة. To be continued. Oh my god. انتهى الديمو. الله يبدعوا. الله يهنيك. R E C M Go. واو واو. أمانة عجبني الربط. أمانة جدا عجبني الربط. ومنتظر الديمو اللعبة وش الديمو؟ منتظر اللعبة الرسمية تجي. كل أمانة. هو قال ما أدري متى قال ب 2020 ما أدري متى قال. خبر فيه تاريخ حدده، يا رب الحين يحطون التاريخ. كاتب انه راح ينزل ب 2021 ولكن بين قوسين انه مجرد يعني تاريخ ما هو اكيد بنسبه 100%، ولكن الشيء المتوقع انه ب 2021. هل يتغير 2022 ولا لا ما ندري، لكن والله جدا متحمس اني العب ذا اللعبه كامله مكمله لانه الاحداث اللي فيها جدا رهيبه. وهذا كان ديمو بسيط لعبه Resident Evil Drawing the Storm ما قبل العاصفه.
اتمنى انكم استمتعتوا حبايب قلبي، شكرا لكم من القلب، عدانك متواصل، الله يسعدكم دنيا واخره يا رب العالمين. بحط لكم موقع Resident Evil Drawing the Storm اذا حابين تجربون الديمو وتحملونه. وفي ملاحظه، الديمو هذا يحتاج انك تحمل لعبه Resident Evil 2 القديمه، فلازم تحملها بعدين تنسخ الملفات حقت الديمو وتحطها في اللعبه. بعدين في مستند نصي موجود، في مستند نصي موجود مع نفس الديمو ذا اللي حملته يعلمك كل الطرق. واذا في احد ما عرف وفي كثير يبغوني اشرح، ما عندي اي مشكله انزل شرح كيف تنزلون هذا الديمو. الله يسعدكم جميعا. في نهايه كل مقطع ما اقول غير سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.